اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم اللي راح نقدم لكم بابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تشوفوها في اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام، في حال ما تامن الخط وياكم تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم المخصص لتطبيق الواتساب، رقم الواتساب الرقم الاخير اللي بصفه اشاره الواتساب. اتمنى تكون الرساله متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقتنا ونتكلم بملفنا الاول عن الفساد اللي ينخر وزارة الصحة العراقية ودوائرها الرسمية بكل المحافظات العراقية. نبدأ من محافظة النجف بالتحديد قضاء المشخاب. كشف لنا أحد الناشطين من أمام البيت الصحي بمنطقة طبر سيد نور ملف الفساد بقضية إعطاء اللقاحات للأطفال، واستعرض بكتاب رسمي الفجوات الموجودة، حيث تبين أن المسؤولين اللي يعطون اللقاحات للأطفال يجهلون الطرق الصحيحة والطريقة المثلى لإعطاء اللقاحات، وهي تسبب كارثة، إضافة عن كتابة أسماء وهمية على أنه هم نطوا اللقاح. إلى جانب هذا الشيء، اعتمدوا بعض العائلات على أسماءهم وقوائمهم حتى يأخذون اللقاح، بإشارة إلى وجود محسوبية في إعطاء اللقاحات للأطفال. تعالوا نسمع اللي قاله ونعلق عليه بعدين. طبعا سيد نور عم اللي جاي يصير بهاي الكتب جريمة، المستتر على هاي الكتب جريمة، هاي لازم ينعدمون بالقطاع الصحي بالمشخاب. خلي جناب الفيصل والله عليكم راح اموت من الشمس يا غاتي. خلي شوف محافظ النجف، هذا كتاب رسمي بمصيبة، بي لازم الموظفين ينعدمون، ينحالون محكمة عسكرية اعدام. خلي اسمع الرأي العام جاي يصير مضموم، مكدس ومضموم. يا بقى كل جمال اللقاحات طالعة تلقح أطفالنا، شد الأطفال والحصبة. خلي اسمع المحافظ أعلى سلطة تنفيذية، خلي اسمع مدير صحة النجف، خلي اسمعنا العالم بين جاي يصير هنا، جاي نموت احنا، جاي يعدموننا. أغاتي، أولا عدم إلمام اللجنة المكلفة بإعطاء اللقاحات، ما عندهم كيفية إعطاء اللقاح، ما يعرفون يعطون اللقاح، هاي أولا. اثنين والمصيبة الكبرى، تسجيل أسماء ملقحين ولكن بضيوف، أسماء غير حقيقية، أسماء وهمية. يعني الدواء وين؟ اللقاح وين؟ اللي بمئات الملايين. هذا مو اختصاصي، اختصاص الأخوة بالأمن الوطني، اختصاص لجان التحقيق، اختصاص الصحة، اختصاص النواب، اختصاص مجلس المحافظة يحيف الفواتح ويجي يحقق. ثلاثة، الاعتماد فقط على عوائل محددة باللقاحات، معنى حتى باللقاح محسوبية، ولكم يا مجرمين حتى باللقاح تحددون عوائل على مزاجكم. ثلاثة أو أربعة، عدم استخدام مراقب الحرارة، عدم استخدام سيفتي بوكس، وبالتالي إلقاء النفايات في أماكن مخالفة تماما للضوابط، معنى أنتم جاي تقتلونا. وين مدير صحة النجف عن هذا الموضوع؟ هذا بيت صحي لو عبارة عن فرقة إعدامات. لما نحكي عن لقاحات الأطفال، لقاحات الأطفال هي قضية مهمة وجدت حتى يطول لقاح إلى الأطفال، حتى يتجاوزون الأطفال بعض الأمراض اللي قد تؤدي إلى وفاة الطفل أو تسببه بأمراض أخرى هذا المرض. فعندك الحصبة والخماسي والجدري وما إلى ذلك من اللقاحات، إلها فترة زمنية الطفل لازم يأخذها بعناية مركزة وتحت إشراف طبيب مختص أو طبيب أطفال، حتى يعرف ومسجل هاي اللقاحات حتى يساعدون الطفل على تجاوز بعض المراحل أو إعطاء جزء من المناعة حتى تقوى مناعته بالمستقبل. لكن لما يجيك واحد يقول لك ما يعرفون شنو اللقاح أصلا وينطوه بطريقة غلط، هاي الحالة تسبب وفاة أطفال، وهاي الحالة تسبب مشاكل صحية بالمستقبل. فأنت تخيل مثلا شخص ده تطي لقاح إلى شيء معين وتطي غير لقاح، وتنتظر من هذا اللقاح أنه يقاوم مثلا شيء ما أو شيء معين، تخيل بالمستقبل شنو اللي راح يصير. هاي كارثة وزارة الصحة العراقية ودوائر الصحة العراقية لما يتعاملون ويا أطفال العراق على أنهم حقل تجارب
لتجاربهم الخاصة، أو مو عقل تجارب، لأن هو ما دا يسوي تجارب حتى ينتج لنا شيء، هو دا يعتبر الطفل هو عبارة عن تجارة معينة أو شيء معين. هو يقول لك مع ذلك ويا كل الأخطاء أكو محسوبية في انتقاء الأسماء. اشتكى أحد الناشطين من محافظة ذي قار إهمال دائرة صحة المحافظة للأقضية والنواحي، وسلط لنا الضوء على دائرة الإسعاف الفوري وين بقضاء الشطرة. يقول هاي الدائرة بيها 9 سيارات إسعاف كلها عاطلة عن الشغل، بس أكو وحدة تشتغل، 8 ما يشتغلن كلها ما تشتغل عدا وحدة، وهاي الوحدة همينا بيها بعض الأعطالات الفنية. طالب الجهات الحكومية أن تتخذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح هاي السيارات وأن يخففون معاناة المرضى بهذا الجانب، وطرح سؤال شنو طريقة نقل المريضين بنفس الوقت وماكو سيارات إسعاف تكفي هذا الشيء. تعالوا نشوف. تالي الوزير الصحة عدد مرات طالبناك وسولفنا وياك وقلنا لك دائرة الصحة ذي قار هاملة الأقضية، أنا اللي خلفي دائرة الإسعاف الفوري، خلي يسمعني وزير الصحة، دائرة الإسعاف الفوري بالشطرة اللي عدد سكانها 500,000 أو 600,000 والأقضية والنواحي عليها، تدرون عندهم 9 سيارات 8 عاطلة ووحدة شغالة؟ يسمعني مدير صحة ذي قار والموجودين ويا المتحزبين ونفسي تخلي يسمعني، هل يعقل دائرة عبارة عن سيارة الموظفين بيناتهم يصلحون بالسيارات وهاي اللي وراي كلها سيارات عاطلة؟ عندك علم المريض وين يروح إذا هو بالدائرة معذور عنده بس سيارة واحدة؟ ذاك اليوم نشرت اجيت خذيت لك 5 سيارات بالكرين ورحت، لا أنت صلحتهم ولا أنت جبتهم، وظلت الناس المرضى تناشد وبالدائرة رجال يقول لك أنا موظف مقيد ما أقدر أسولف. فهاي رسالة لك يا وزير الصحة، دائرة الصحة ذي قار هاملة الأقضية وهاملة النواحي وبالذات دائرة الأسعاف الفوري مال الشطرة، 9 سيارات وحدة شغالة والباقي كله عاطل، مو عيب عليكم ما تستحون؟ أكو سؤال، يعني دائرة أو مؤسسة حكومية بها سيارات، دائرة نقل خلينا نقول، كأن تكون مؤسسة النقل العام، كأن تكون دائرة إسعاف، كأن تكون مديرية خدمة عامة، شرطة، أي شيء، مو المفروض ويا الدائرة أكو غرفة أو ورشة صيانة أو يعني مكان خاص لصيانة ذني السيارات؟ يا أبا أوكي ما عندكم إمكانية وما عندكم من ضمن مؤسستكم ورشة صيانة، ماكو في ترشية بالعراق؟ ماكو واحد يفتهم يصلح؟ هي عدم وجود ورشة لصيانة السيارات هاي كارثة، لأن أنت لما تحكي عن 8 سيارات والمشكلة إذا تتبعون هاي أو هاي مثلا ذني مو قديمات، مو عمرهن موديل 80 أو موديل 81 أو موديل 70 حتى تقول ما منها رجع، ذني مو قديمات، ذني يعني بالزايد نهاية التسعينات أنتجتهن شركة فورد مثلا، ماكو واحد يعرف يصلحها أو يفتهم؟ وحدة تشتغل شنو شو تسوي الوحدة؟ يعني دوائر الإسعاف بالعالم تلقي بكل دائرة 10 و12 سيارة ومن تعطى الوحدة يقلبون الدنيا، دوائر الإطفاء، شرطة، نجدة، مرور، نقل عام، باصات، هاي أكو بها ورش خاصة، أكو ناس تستلم راتب من الوزارة شغلها أنه سيارات الإسعاف أو سيارات النقل أو العلاج المستعجل أو أي شيء، سيارات إطفاء أو أي شيء زين تعطل، يجي هو يشتغل ويصلح ويقولهم النقص مالتنا فلان قطعة، يقولوا له سوي طلب شراء، طلب الشراء يروحون يجيبوا له القطعة أو يستوردوا الياء أو يشوفوا الياء من السوق إذا كانت ما موجودة عندهم بالمؤسسة ويصلحون السيارة والسيارة ترجع للخدمة وتشتغل. زين عندكم 9 سيارات إسعاف، السؤال اللي يطرح نفسه كم سائق معينين بالمؤسسة عندكم على أساس أنه هو سائق سيارة إسعاف وهي وحدة شغالة؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من أبو أحمد، هذا صوت المحاصصة في كل شيء، محاصصة حتى في سيارات الإسعاف.
علي عادل الزيدي اذا تصلحن بيش بوقون بعد. ابو منتظر السعيدي اكيد يعطلن، مال عمك ما يهمك. عبد الامير العبودي يقول عمي والله على هذا الوضع المفروض ينحالون محكمه كل اللي موجودين وبدون استثناء من مدير عام صحه الى اقل موظف حتى يصيرون عبره. محمد العامري ولك ولكم حتى باللقاح عندكم فضائيين. عقيل عبد الله الفتلاوي نتائج لجنه التحقيق وين صارت؟ لو مستلم المقسوم ومغلسه. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضيه. ابو عمر ويانا من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ افل، وتحياتي لقناه الرافدين البطله والساده المشاهدين الكرام. حياك ابو اهلا وسهلا استاذ افل. احنا نعرف انه الدوله من تكون لها يعني فد مكانه بالمجتمع او مكانه بالتاريخ يسجل لها يعني نقاط ضعف ونقاط اخطاء. احنا للاسف العراق يعني من 2003 لحد الان كلها اخطاء باخطاء وكلها نقاط ضعف وكلها تقصير عندها يعني للمواطن العراقي. ليش احنا قبل 2003 كان عندنا حكومات حكمت العراق، يعني من يروح المواطن اي مستشفى كانت واي جهه يعني تتبع اذا يعني للدوله، فمنلاحظ انه كل العنايه الطبيه وكل المستلزمات الطبيه الى 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 يلاقيها المواطن، يعني اذا كان عنده حاله عمليه واذا كانت عنده حاله علاج واذا كانت حاله تحاليل او سونار او هاي الامور ماكو عندنا يعني تأجيلها وماكو عندها مدة شهر، رأسا المواطن يتلقى هذا العلاج ويقوم يعني الدكاترة بأحسن الأدوية وبأحسن التجهيزات للمواطن. ليش؟ لأنه ما كان عندنا أحزاب، ما كان عندنا انتماء ولائية للعمايم، ما كانت عندنا جهات تمثل نفسها، وما كان إنه رئيس جمهورية انه لا مختص بانه خدمه المواطن. للاسف احنا هاي الخدمات فقدناها من بعد 2003. اليوم يعني وزاره الصحه اللي يدعون بانهم انه رجال مقاومه ورجال انه يحبون العراق ورجال اجوا من اجل العراق وحبا للعراق، وين يعني من هذا المبدا اللي يقولونه احنا جايين نحب العراق ونخدم العراق؟ لقاحات انه هذا ابسط ما يكون حق الطفل، يعني احنا عندنا بالسابق اللقاحات اللي موجوده كان ياخذوها الاطفال بصغر سنهم، والحد ما يكون يعني مستوى يعني مستوى يوصل يعني اجراءات يعني تقيم بها هي الدوله وهي وزاره الصحه نفسها. فكان من يصير عندنا تخصيص يحاسب المدير، يحاسب الدكتور، كله تحاسب. ليش احنا ما يتحاسبون؟ ليش ما ينالون جزاهم؟ ليش انه هذا التخصير اللي قاعد يصير؟ احنا للاسف هاي الاموال اللي جايه تروح للاحزاب وميليشياتها القذره اللي جاي تحكم العراق من اجل يتمتعون باموال العراق، من اجل هسه شوفهم عايشين باحسن عيشه، يسافرون يروحون يجون، سياراتهم ارقى سيارات. هذا كله بسبب هاي العمايم اللي جاي ترضي احزابها وجاي ترضي قياداتها من اجل بقاهم في السلطه ومن اجل ان يكونون اي مواطن يخرج ضد هاي الوزارات يشوف القمع، يشوف الاغتيالات، يشوف يعني هواي كثير اسباب. والمواطن ما رايد انه بس حقه، يعني ما رايد من عنده يعني فتشي كبير، هاي المفروض غصبا ما على الدوله تقدمه. بس احنا للاسف ان نشوف هاي ما زالت هاي العمايم وهاي الاحزاب المستفاده من الوزارات ما تقدم شيء للمواطن، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من هاي العمايم وهاي الاحزاب، لانه هي دمرت العراق وهي اخذت وسلبت راحه المواطن. ما يهم المواطن اذا توفى واذا حالته يعني طالت عليه يعني المده بهاي الامراض اللي قاعده تصير عندنا وهاي اللقاحات، المهم فائدة منفعهم لجيوبهم الخاصة، فائدة من أجل إرضاء الأحزاب، من أجل قياداتهم، من أجل ميليشياتهم. ربنا أن يخلصنا من عندهم ويحفظ العراق جميعا ويشافي كل مريض ويشافي أطفال العراقيين وينصرنا على قوم الظالمين. وتحياتي لك يا أستاذ أفل والقناة العظيمة. حيا شكرا جزيلا لك أبو عمر، لكن عندي تعقيب صغير أتمنى تسمعه من عندي. أنت ذكرت أنهم كل أنظمة العالم فيها نقاط قوة ونقاط ضعف، وإحنا كلنا أو العراق اليوم بعد الاحتلال كل نقاط ضعف. هذا إذا قلنا نقاط ضعف يعني أكو نقاط قوة، فأني أعترض على كلمة نقاط لأن هو كله في ضعف. إحنا ضعفنا، ضعف جيشنا وضعفت
هوية بلدنا، فقدنا البلد، فقدنا هويتنا، فقدنا أرواحنا، فقدنا ثرواتنا، فقدنا خيراتنا، فقدنا دجلة والفرات، فقدنا كل شيء، فقدنا هويتنا الوطنية، فقدنا لحمتنا الوطنية، وفقدنا بلدنا. فقدنا بلدنا بسبب وبصاية أحزاب تدعي الإسلام، تدعي أنها وطنية، تدعي أنها عراقية، لكن هي موالية إلى جهتين. فإذا كانت موالية لإيران فهي ما موالية لأمريكا، إذا ما كانت للثنيان، وإذا كانت موالية لأمريكا فهي ما موالية لإيران، إذا ما كانت موالية للثنيان. والمشكلة أنهم بصموا بالعشرة على إعطاء خيرات البلد إلى هاي الجهتين. فالمستفيد من بلدنا هي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أما إحنا كعراقيين كل شيء ما محصلين ببلدنا. ملفنا الثاني نحكي به عن قضية تناولناها هواية ببرنامج صوتكم، هي قضية استيلاء المتنفذين على الأراضي وتغيير جنس الأراضي لمصلحتهم الشخصية. اليوم أكو أراضي بالعراق تعتبر مملوكة للدولة، منها الأراضي اللي تشيد عليها المدارس والمستشفيات والجامعات والمؤسسات الحكومية، وأيضاً المساحات الخضراء، والأخيرة اللي هي المساحات الخضراء بها فوائد هواية. فالحدائق العامة أو المتنزهات أو المساحات الخضراء توفر للناس فرص لزيادة ممارسة الرياضة، المشي، ركوب الدراجات، الانخراط في النشاط البدني بأوقات الفراغ. ولهذا السبب الاستثمار في حدائق المدن والمساحات الخضراء والممرات المائية تمثل وسيلة فعالة واقتصادية لتحسين الصحة والتخفيف من آثار تغير المناخ، اللي العراق يعتبر واحد من أكثر 5 بلدان بالعالم متأثر بها، وهي واجبة على أي حكومة تأتي لحكم البلد. أما يمنى العكس هو الصحيح. عدنا بالمقطع اللي راح نشوفه أحد المواطنين من محافظة المثنى، تحديدا من مدينة السماوة، يحكي لنا عن مساحة أو أنه دائرة بلدية السماوة تريد تحول مساحة موجودة بين أحياء المثنى والأمير والخشابة، تحولها إلى قطع أراضي وتوزعها على متنفذين، على الرغم أنه هاي المساحة هي بالأساس مصممة كمساحة خضراء ومتنفس للعائلات، لأن مناطقهم تعاني أصلاً من كثافة سكانية كبيرة جداً وما عندهم غير هذا الفراغ أو المتنفس. تعالوا نشوف. القطع والأراضي في محافظة المثنى، والسيد المحافظ اطلع قبل يومين هنا على هاي الأرض. شوفوا هاي الأرض، هاي متنفس للمناطق هاي، يعني احنا مو بالقاهرة، فوق هاي حاليا هي فيها الضغط العالي، واحنا بيوتنا رجعوها على حساب الضغط العالي. اخواننا يا سيد رئيس الوزراء، يا محافظ المثنى، يا المتنفذين في المحافظة وفي البلدية، اكو اتفاقية بان هاي يردون يوضعوها قطع اراضي انهم للمتنفذين في المحافظة. الرجاء هذا منفذ للجسمة كلها، إلى هاي المنطقة، لحي المثنى، لحي الأمير، للخشابة. هل تشوفوا قطعة أرض هذا المفروض يصير متنزه لهاي المنطقة لأولادنا؟ إحنا وين نروح؟ فوق كان يسمع السيد المحافظ السمنجاة طلعت هنا، وأنا مقدم لك طلب هاتولة قد صاروا تتجلد في هنا، ونجيب البلدية وياك المهندسين المنفذين دولة الاتفاقية والجماعة متنفذين من الدائرة مال البلدية، يردون يوضعوها قطع على أساس 60 قطعة أو 70 قطعة. المن تطوها؟ المن تطوها؟ ليش تحرمونا؟ وكل شارع سويتوا 4 أمتار و5 أمتار، حتى السيارة ما تطبي. شوفوا الشوارع اللي سووها، ليش يا بس سووا هاي تطوها قطعة كبيرة؟ تطوها الدائرة بعضكم. هذا المفروض يصير متنزه من منطقة كلها هاي. هاي المنطقة شوفوها كبرى بيوت بالآلاف، ماكو منفذ أبد تتنفس هنا، مضغوط ضغط، أطفالك من يطلعون وين يروحون؟ المثنى، حي الأمير، الخشابة، حي بالآخر حي المثنى ما تسمونه هنا، وهذه المنطقة كلها ما نسميها. وشوفوا الشارع هذا الكبرى، شوفوا الشارع هذا، الشارع هذا هاي منطقة كبيرة يا أخوان، ما يصير. هاي مشاكل العراق، حتى أراضي الدولة استولت عليها الأحزاب اللي على أساس تمثل الدولة، لأنهم يعتبرون نفسهم أنهم فوق الدولة. والمشكلة أنه العالم جاي تحكي بس تنادي، ولكن لا حياة لمن تنادي. صفاء الجواد الله وكيلك سووها بينا قدامنا حديقة، هسه حولوها خدمات.
سارة سعد أنت نبهتهم عليها من قدم الطلب وتريد متنزه، مجلس ومحافظة يريدون حصصهم، شنو يبقون بلا قطع؟ لعد المن جايين هم حتى يفيدون المواطن مثلا؟ أبو أحمد الزيادي ما حد يسمعك حجي، أكله والسماوة ناس ما تخاف الله. علي الدنيف نفس ميدان الرمي ما 36 راح يروح لهذا وذاك، ولا بلطوا شوارع العالم ولا مجاري ولا أرصفة، ظلم بظلم الله أكبر. هدى الشمري هو المتنزه سواء مطعم وكافيهات والرصيف أجرول للأكشاك. يوسف ناصر الفضلي حجي أنت تناشد منه؟ هم نفسهم اللي تناشدهم حرامية وسراق، مشكلة أن الناس تعرفهم وهم يدرون بنفسهم أن الناس تعرفهم، ويطلعوا لك كل قرار يخربون بيه الدنيا وما بيها. لا بقوا حزام أخضر، لا بقوا متنزهات، لا بقوا مساحات خضراء، لا بقوا نهر الناس تتنفس إليه، لا بقوا أماكن الناس تفكر تطلع لها سفرة. يعني مثلا راح يجيني واحد يقول لي اعطيني مثال. أوكي، جزيرة السندباد في البصرة كان بها متنزه للعوائل، وكانت بها جوانب العالم تروح لها سفرة حتى تنفح عن حياتها. مدينة الحبانية السياحية، مدينة الثرثار، عندك اليوم المتنفس الوحيد للعوائل العراقية والشمال. أما بغداد وما دون ذلك لي جوا للبصرة ماكو، لأنه يريدون يحولون المدن إلى شوارع وبيوت، ويريدون يحولوها إلى صحراء قاحلة. فلا راح يبقى هور، ولا راح يبقى نهر، ولا راح تبقى حديقة، ولا متنزه، ولا نافورة. للحياة جوانب هواية. ملفنا الثالث نحكي به عن وحدة من هاي الحياة. دورة الحياة تبدي لما يدخل الطفل إلى المدرسة، يتم دراسة الابتدائية وراها المتوسطة وراها الإعدادية، ويبدي وراها رحلة الدراسة العليا من بكالوريوس بالجامعة ثم ماجستير ودكتوراه إذا رغبوا بهاي الشهادتين. ومن يتخرج الطالب بالجامعة فرحة الأهل ما تنوصف، فمنها أنه مرحلة من مراحل حياته انتهت، ومنها راح يبدي مرحلة جديدة من المراحل، هي مرحلة تحمل المسؤولية، يدور شغل، يفتح بيت، يتزوج، يكون أسرة. لمن يوصل لهاي المرحلة تنعاد دورة الحياة من جديد ويا أطفاله. لكن بالعراق الطالب يتخرج وتوقف الحياة يمه، ورا التخرج بعد ماكو حياة، لأن ورا التخرج هو عطال بطال يفتر بالشوارع، وأصدقاء السوء وجماعة الأحزاب اللي يبيعون كريستال، واللي يبيعون مخدرات، واللي يبيعون ترامادول وغيرها، دولة إذا لكفوا الشاب والخريج اقرأ على الدنيا السلام. عدنا أحد الناشطين يتحدث عن معاناة الخريجين بمحافظة القادسية المظلومين من 3 سنوات، لأنه طلعوا بتظاهرات أمام مجلس المحافظة يطالبون بها أنه يقرون كتاب الاستثناء ويشملوهم بالتعيينات أسوة ببقية المحافظات. تعالوا نسمع. منو يقبلها يا مسؤول على بنته على ابنه واقف بالشمس ويطالب بحقه، يطالب بمستقبله؟ كل المحافظات حسمت قضية الخريجين وجابوا لهم استثناء إلا محافظة الديوانية. ما نعرف شنو مشكلة الديوانية، شنو كارثة الديوانية، ليش؟ من يقبلها يا مسؤول يا محافظ يا نائب يا عضو مجلس محافظة؟ ابنك أو بنتك واقفة بالشمس، بناتكم بنات الديوانية وشباب الديوانية بالشمس واقفين، الله أكبر، بالشمس على مود العقد 533 عائلة صار لهم أكثر من 3 سنوات يطالبون بحقوقهم بالتعيين وتثبيتهم، كلها انحسمت المحافظات بس الديوانية، ليش؟ هاي رسالة نوصلها لرئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. هاي الشباب ملت، وهاي الشباب تعبت، وهاي الشباب انظلمت، ماكو مستقبل، ماكو مستقبل هاي الشباب. يعني احنا الشباب العراقيين خلصنا شبابنا بساحات التظاهر، كل شو ما شفنا من مستقبلنا، يعني من ساحة تظاهر لساحة أخرى، من ساحة لساحة، وكل شو ما حصلنا من حقوقنا. بس الأحزاب تطونها منحة 18 مليار، شو تسوي بها الأحزاب المنحة؟ يعني الأحزاب عايزة مليارات، عندهم مشاريع وعندهم اقتصاديات. شوفوا هاي الشباب وهم حقوقهم خريجين، مستقبلهم وين؟ دراستهم وين؟ 17 سنة دراسة وين؟ والله مع الأسف. هذا الشعار الجمهوري خاطئ أن الناس يسمون نصر الجمهوري،
هو مو نسر، هو عقاب. اختير طائر العقاب لأن يكون رمزا للجمهورية العراقية، ورمز الجمهورية يكون هذا العقاب اللي واقف بشموخ لعدة صفات يمتلكها هذا الطائر بالحقيقة، ومنها عزة النفس والكرامة والسيادة والشموخ. وين شموخ المواطن العراقي والشاب العراقي لما نذلوا على أبواب دوائركم الرسمية أنتوا يا المسؤولين؟ يمنى أحد الخريجين في التظاهرة من محافظة القادسية من أمام ديوان المحافظة ينتقد التسويف الحكومي لمطالبهم بالتثبيت على الملاك الدائم. طالب المحافظ بمتابعة كتاب الاستثناء لأنهم من 3 سنوات يعانون من بطالة، يضطرون أن يشتغلون بمهن ما تتناسب ويا مؤهلهم العلمي وتعبهم تعب السنين. وأكد أنه واجب الحكومة أن تنصف شريحة الخريجين وأن تستجب لهم. تعالوا نشوف. متظاهرين خريجين غير معينين، متظاهرين معتصمين منذ 3 سنوات ونحن نطالب بأبسط حقوقنا المهمشة. الآن نحن أمام مبنى محافظة الديوانية، نقول للسيد المحافظ أن يستجيب لنا، أن يكون متابع شخصيا كتابنا. شنو هذا التسويف الوعود؟ ليش احنا مو خلق الله؟ ليش احنا ما عندنا ظهر؟ ما عندنا ناس تداعينا؟ احنا الناس الخيرين نريدهم يوقفون. السيد المحافظ كتابنا انت مواقعه تابعه شخصيا، تعبنا من القمع من الضرب 3 سنوات. احنا وين نروح سيد عباس؟ وين نروح؟ ماكو شيء. احنا وين نروح؟ احنا من هذا اليوم ماكو رجعه ابد. محافظة الديوانية كفيلة، الشيوخ العشائر المثقفين أن يدعون إلنا أن يكون إنصاف لهذول الخريجين اللي ما عندهم لا، بس الله سبحانه وتعالى والخيرين اللي الناس توقف وياهم. إحنا من هذا المنبر الشريف إحنا نريد يوصل صوتنا. إحنا لا عندنا فلوس وندفع ولا إحنا حقوقنا. السادة النواب، السيد رئيس الوزراء قررنا بالموازنة 23 150 عقد للمحافظات، تقسمت محافظة الديوانية حصتها 9502. احنا خريجين، كونا خريجين نريد نخدم بلدنا، نريد تعبنا، عندنا كل المؤهلات العلمية، لا مدرسة أهلية تلف فينا. وين نروح؟ نصير قطاع طريق إرهابيين؟ وين نروح؟ ماكو شي، تعبنا والله نسواننا ملتنا، ماكو شغل. وتعرفون الديوانية أبنائها كلها مهجرين بالمحافظات يدورون شغل عماله، ماكو. احنا خريج واجب الدولة أن تراعي ظرفه، أن تنطي تعيينه. الناس لما شافت هذا الحال وتعرف حال الخريجين وتظاهراتهم المستمرة علقت على هذا الموضوع، وعباس الشهم يقول الله أكبر، ليش ما حد ينطيهم حقهم؟ هذول درسوا وتعبوا وانطوهم حقهم، كافي ذليتوا الشعب ذل. حميد قاسم، لن نتراجع عن حقوقنا المسلوبة، كلا للتهميش، كلا للتسويف. الخريجين الغير معينين المتظاهرين المعتصمين منذ 3 سنوات ونحن نطالب بأبسط حقوقنا المسلوبة، مطلبنا الاستثناء أسوة بباقي المحافظات. علي فرج، مختصر الكلام، ما حد يتعين بس المنتمي الحزب وعده واسطة ومتحزب والفقير ضال. الأستاذ أكرم رحيم الشيباوي، على الجميع نصرة هذه الطبقة المثقفة الواعية، هم قادة المستقبل وعلى أيديهم تبنى الأوطان. الله 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 بإخوتكم الخريجين. غدير الجبوري تقول هذا حقنا ونحن من نستحق الاستثناء. لخريجي ديوانية تحملنا الحر والبرد والاعتقال والعنف على مر 3 سنوات، علما بأن تظاهراتنا جميعها سلمية ومطالبنا واكبت حكومات متعاقبة ولم تخرج عن سلميتها. حيدر العراقي يقول محمد الشيع السوداني، أريد حقنا بالاستثناء حالنا حال بقية المحافظات لاستثنيتها. يعني هو ده يطلب من محمد الشيع السوداني، يقول لا تطيت استثناءات إلى بعض المحافظات، ساوينا بيهم وطينا احنا ما استثناء. أنا حكيت عن شعار الجمهورية للي ما يعرف، اللي احنا مصطلحا أو الشعب العراقي سمين نصر الجمهوري، قلت لكم هو مو نصر، هو عقاب. السبب الرئيسي لاختيار العقبان أو العقاب الذهبي واللي كانت تسميه العرب سابقا ملك الطيور، أنه النسور تأكل مما تصطاد وتأكل جيف، أما العقاب ما يأكل جيف، يأكل من صيده نفسه، وعنده
عزة نفس وشموخ عالي في السماء فسمي بملك الطيور. فتم اختيار هذا الشيء لتمثيل العراق وشعبه، لأنه يتوقعون الشعب العراقي على مر العصور من ما قبل التاريخ وإلى اليوم كانت هذه البقعة في هذه في الكرة الأرضية في هذا المكان شامخة، فيها حضارات وحكمت العالم وأصبحت عاصمة للعالم وأصبحت مصب للعالم ولسياح العالم، واليوم أصبحت بؤرة للفساد بسبب بعض المتحسبين أو كلهم. الفساد بتنفيذ المشاريع الخدمية بالعراق على قدم وساق، والناس تدري، والمواطن اليوم لما يشوف مشروع خدمي حكومي مباشرة يبدي يفكر، ها شو وقت يتحول المشروع إلى مشروع متلكئ؟ الله شو وقت راح يبدي بي يصير فساد؟ لأن الفساد الحكومي هذا شيء مفروغ منه، وهدر المال العام صار معروف يم الكل، الطفل الصغير يعرف. أما أنه يشوفون مشروع رصين أو مشروع مكتمل وحقيقي، هذا الشيء صار ضرب من الخيال، جزء من أفلام الخيال العلمي اللي نشوفها بالتلفزيون. لأنه بالعراق بظل ذني الأحزاب مستحيل تتحقق مشاريع خدمية، وذول اللي يحكمون المهم عندهم هو المصلحة الشخصية والمالات والكوميشنات. أحد المواطنين يحكي لنا عن معاناتهم بجسر القزيزة بمحافظة البصرة، بسبب أنه هذا الجسر تمت إعادة أو تمت أعمال الصيانة عليه وعيد تأهيله وتم افتتاحه، والمفروض أنه الجسر يقاوم كم سنة، لكن الفواصل فواصل التمدد ذني السكك الحديد اللي حكينا عنها حتى بالشتاء والصيف يقاوم الجسر وما يصير بتكسر، لا خلعت من مكانها وتم صرف أموال طائلة على هذا الجسر. ويتساءل اللي ده يصور وين دور المسؤولين، تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. هاي شوفوا هاي القصة مال الجسر القزيزة، هسه الجديد ما صار لأقل الشهر من سووه، هذا ما صار لأقل من شهر. هاي هل نشيل عين تفلشت ليش هيسي شغل هذا؟ شغل هذا يرضي الله؟ هذا مليارات جاي تاخذون عليه انتم، ليش هيسي؟ شوفوا هاي القصة ما صار لها والله ما صار بشهر هذا الجسر من انفتح، هذا جسر القزيزة، هذا جسر القزيزة شوفوا هذا مال السريع يعني. تفلشت هاي صار لها يومين انتهت خلصت، هاي راح تعبر دي الصفحة الثانية، ماكو واحد يحاسب، وين الحكومة وين المحافظ بس تاخذون فلوس. أكيد أنتم انتبهتوا على هذا الفاصل أو على هاي السكة، بس أريدكم شوية تركزون وياي، أريدكم بس تلاحظون شغلة واحدة بعيدة عن الفاصل اللي دا يطلع. هذا شنو؟ إذا هم قبل شهر سووا له أعمال صيانة والمفروض هنا أكو فتحة، وهاي الفتحة المفروض تنفتح وأكو كيبل يمر جواها، زين لا الكيبل جوه ومن هنا طاب ومن هالصفحة طاب وفوق الفتحة خليه فوق، شنو الموضوع؟ ماكو دريل عندهم الجماعة؟ الجماعة من يباعون ويشتغلون يشتغلون عامي شامي؟ اللي مشتغل عماله خلف، والله والله بيوت العراق اللي انبنت بالسبعينات ما بنوها مهندسين، بنوهن خلفات. اكو خلفات بالعراق يفتهم اكثر من كل مهندسين الصيانة اللي موجودين بدوائر البلدية، لأن هذا مو شغل، هذا اللي دا نشوفه مو شغل. ما الفاصل تمدد بشهر ويخلع هذا يسبب كوارث، وما الكهرباء موجودة بهاي الصورة هاي يسبب كوارث. والنكتة الأخرى اللي قاعد يحكي لنا عنها المواطن، انتوا بس شوفوا لي هاي الصورة، هذا جسر، فبالتأكيد أكو مجال للمشاة اللي هي هاي الصفحة اللي ورا سياج الشارع، زين اللي يمشي منا أنا وعثر يوقع، ماكو سياج ينحط هنا وافتتحتوه كامل يعني، ما شاء الله. هاي جماعتنا من يشتغلون. أحد الناشطين من محافظة ذيقار هنا راح يحكي لكم عن قضية ثانية بالفساد اللي يصير بمشاريع الخدمية بالناصرية، يقول
كثر الفساد بالمشاريع وصلت الى مرحله انه يخبطون التراب ويا السبيس. السبيس هي الماده الاساس في تبليط الشوارع والارصفه، ويفرشون هاي الماده اللي هي مخلوطه سبيس وتراب بالارصفه ويطبقون الانترلوك فوقها او المقرنص فوقها. طبعا هذا عمل بيجري باشراف مهندسين ومقيمين على مشروع وتأثيث وتطوير جزيره وسطيه او جزره وسطيه او رصيف جانبي وين بشارع النبراس بحي الحسين بالناصريه. تعالوا نشوف. السريع العرفة سبيس تراب، هذا السريع العرفة اكو لجان تحقيقيه، اكو مختبر انشائي يجي يكشف على هاي النوعيات اللي قاعد يشتغلون بها في ارصفه وشوارعنا. يعني هسه شافك هذا ساده يا محافظ قاط، هذا لا هو تراب لا هو سبيس، قاعد يشتغلون تشتغلون انترلوك بيه. هاي طبعا هاي شارع النبراس، اتمنى لو تجي لجان تحقيقيه وتشوف هاي الوضع هذا. يعني انتم قاعد تجيبون تراب وسبيس، تراب وسبيس. هسه هذا هسه امنا بالله، هذا سبيس، هاي سبيس تعبان هذا تراب هذا انتم خالطين، يعني جايبين على مود شنو، على مود تغشون العالم، تغشون والله المسؤولين هم لو بهم حاط حاسبة الشركات هاي كلها عملها. بس هاي هسه لا نعرفه سبيس لا نعرفه تراب، ما ادري شنو منخل. يعني هسه مو موجود، اكو مفروض مختبر انشائي، مختبرات انشائيه، ولا احنا ندري مختبر انشائيه كلها اهليه، لان مختبر حكومي من 2014 ومديرية طرق الجسور وسادينه، ما يعني اي شركه تحداهم، اتحدى اي شركه تختبر داخل المختبر الحكومي، فقط بالمختبرات الاهليه. وهاي شوفه لا هو سبيس والله العظيم، لا هو تراب، وهذا يشتغلون به انترلوك، هذا راح يشتغلون به انترلوك، يفرشونه ويجيبون الانترلوك فوقه. هاي مو شارع النبراس، منطقه حي الحسين، يا محافظ ايقاف، يا المستشارين، يا متابعه، يا هيئه النزاهه، هذا تراب مخبوط يا سبيس. تراب زائد سبيس يخترعون مادة جديدة اسمها تريس أو سباب، يستخدموها بالمشاريع. والمشكلة أنه لما يرصفون الطرق اليوم بالعراق يعرفون أنه المواطن دا يلاحظ أماكن الخلل بيها، فمن السبيس الما موجود أو السبيس اللي فرشوه، أكو فيديوهات انطشت يقول لك يفرشون السبيس، تجي الكاميرا تصور، تروح الكاميرا جوي شالوا السبيس وراحوا فرشوه بغير منطقة، كأنما بالعراق أكو لوريان سبيس يفروهن بكل العراق والشارع يبلطوا على التراب. ولهالسبب صار التبليط مال العراق أو الجير يسموه الشكر لما اللي بأصابع الإيد يشال. نبقى بذي قار، طالب لنا أحد الناشطين بصيانة وإعادة تهيل الجسر اللي موجود بصف جامعة ذي قار، يقول إنه العمل من المفترض ما يأخذ فترة زمنية طويلة، بسيطة جدا. أكو احتياج عاجل لصيانة هذا الجسر، لأن ما بي سياج وما بي أرضية رصينة، لأنه هذا الجسر يستخدم بشكل كبير جدا من قبل السكان وانتقد إهمال المسؤولين للخدمات اللازمة. الجسر جامع الديقار، مسؤولين نايمين، قوتهم تهواتهم يتقلبون. شيء لك انا والله مستشار، انا محافظ، انا مسؤول عضو، ما بيكم خير. البي خير اليوم يوقف المحافظه يخدم محافظته، مو والله قاعد لع تبريد وما همك هاي العالم، هاي روح عالم، عيب عليكم، استحوا خافوا الله جندوا بضلون. ترى العالم شويه راح يعطيك صبرها ويسحلونكم بالشارع، اخذوها من اخيكم ابنكم، ليش ما تخافون الله وتكملون هذا الجسر؟ هو ما بيه هسه 3 أيام 4 أيام يكمل، يعني معجزة. جسر الزيتون عالسينة، جسر ما إبراهيم الخليل عالسينة، جسر السريع عالسينة، الحول عالسينة، هسه هذا بسيط، هذا بسيط جاي يجي عليه بالستوتة وبالسيارة يجي يعني انت ما تفكرون بالعالم؟ هسه عيب، استحوا. هاي رسالة مدير الطرق والجسور طال عادل، مو دوم نصيحنا، انا عادي متاكد هسه ارجع لبيت قل لي جسر هذا مو عليه مشكله، شويه وقفوا، هاي تعبون محافظتكم، هسه انا وياكم، احنا وياكم هسه تعبون محافظتكم، ترى ما تخسرون شيء. اليوم المسؤول يخدم المحافظه عم هنا نخلي على روسنا، بس ما يخدم المحافظه شو نسوي له؟ هسه تعلموا من قبلكم، تعلموا، واي مسؤولين اجوا ما خدموا وطلعت عليهم العالم.
ناس لما شافت هذا الفساد بالمشاريع الخدمية علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود يانا من عبد الرحمن علي: الطرق والجسور بحياتهم ما اشتغلوا من ذاتهم إلا تصير ضجة وينضغط عليهم يلا يشتغلون وهمة للزق. أحمد جبار البكاء: من نصبول اليوم مرتين سووا له صيانة ويطق اللحيم، تعرف ليش؟ لأن يلحمون البليت غلط، هذا جسر متحرك بفواصل مو ثابت بس ويا من تحكي. تخيل تخيل مواطن يفتهم أكثر من عندهم. عبد العظيم طعمه: اي والله محافظ ومجلس محافظه كل فائده، ما بيهم حلقه زائده وطردهم من المحافظه افضل، واريد اعرف مديريه الطرق والجسور شنو شغلها بالمحافظه. علي الناصري: المحافظ وين نايم بس رواتبه مليارات خمط. عمار السعداوي: الله ينتقم من الاحزاب الفاسده اللي دمرت البلد. عبد الله عايد الجوراني: هذا الجسر بش كم مليار سوى؟ رجعت لنا من جديد او تصدر من جديد جواز السفر الدبلوماسي مشهد الجدل العراقي. هذا دا يتزامن ويا مساعي داخل البرلمان حتى يمررون قانون يتضمن توزيعه على غير المستحقين، بوقت تواصل به حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني منح الجواز الدبلوماسي خارج السياقات لمشاهير وسياسيين ومؤثرين. ما أدري ليش وشنو دبلوماسيتهم، ما أضعف من دبلوماسية الجواز وقلل من قيمته. سادت حالة من الغضب الشعبي بالعراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مساعي بعض النواب لتشريع قانون يمنحهم الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة، ضمن مسار خطير يضرب الأسس القانونية ويحيل الدبلوماسية العراقية إلى الحضيض. وفقا لعراقيين تفاعلوا ويا هذا التوجه ونددت الأوساط الشعبية بهذا التوجه بوسط مطالبات أنه يرجعون عنا ويبطلون، لأنه منح الجوازات الدبلوماسية مدى الحياة راح يسهل استخدام هاي الامتيازات في أغراض شخصية اللي يضع العراق بموقف حرج أمام الدول الأخرى بالمستقبل. تعالوا نشوف الانفوغرافيك اللي عدى قسم التواصل عن هذا الموضوع. هذا حال العراق. على الأساس إذا هم يطوها المؤثرين فاللي يعملون بالسلك الصحفي هم مؤثرين، لأن يطلعون بالتلفزيون ويحكون للناس والناس تسمعهم وتأخذ من عندهم. فأطالب وزارة الخارجية العراقية بإعطاء الجواز الدبلوماسي لكل من يعمل في السلك الصحفي، لأنه هذا حق إذا أنتوا هيك تعتبروها. هم إذا تردون تجون للحقيقة فهو ما يجوز، لأنه الجواز الدبلوماسي برصانة وبحصانة معينة المفروض إلها ضوابط معينة حتى واحد يأخذ الجواز الأحمر ويفرح به. نلتقيكم على خير بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الخميس. في أمان الله.